تعرفوا منو؟ انبلة، انفجار من هالأطفال يلي هن اللي بيحبونا مش نحن. انتوا اللي بتحبونا مش معاقين، نحن المعاقين، انتوا المعاقين. عافاكم الله من هالدنيا وعطاكم الدنيا والآخرة. ضعفي اني ما بقدر اعيش وحدي باعتمادك يا رب في نهر الأردن. بي أخذنا الأرمن عم بيرجعوا على الأردن، كل سوريا إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. يا حبيبي يا كيلاني سؤال أهلك، من 85 سنة بي أخذنا على الأردن، وإذا بقلكم كيف رحنا ما رح تصدقوا. خفوا خفوا إسراء معراض، ما بعرف شو بتسموهم، بس هيك الولد اللي مبسوط ما بيعرف إنه هو نايم أو عم بياكل أو عم بيلعب. هيك كان ياخذنا مطارح لأنه صارت المجازر للأرمن، وبي شايف عم يندبحوا ما عرف انه شو عم بصير بخيو بهيك وبهيك بهيك. وهلا ابن عمي يلي بيي وبيو اخوه وارمن بحك براسه هيك وبيقول لا اله الا الله لا اله الا الله. ما فيني الكم شو عطى شو عمل وعيش. افقر الفقراء واغنى الاغنياء، لو الفقر رجل لقتلته. سكن بقلبه سكن بقلبه ايات بالقران وارمنه هو بامريكا. بس هلا انا رح ارجع لاخر هالشهر مريم، ورح تشوف اشياء كثيره كلها بلا اله الا الله، وتحطوا سبعه محمد رسول الله. سموا ولادكم وما بقى في تسميه، هيدا ذكر هيدا انثى. مريم نور سميني المسيح موسى الصبر. هذا عزمته وما معي ورقه مكتوب عليها شيء. اهلا وسهلا فيكم مثل شو هيك صرخ مريم. صحيح اسمها اصل مريم. اللي عنده الحق ما بده الورق، مر ويم ونور. والسلام عليكم 11 حرف. واو بيتي يمين يسار. نعم عليكم السلام. هلا السلاح عليكم بسبب لا تخاطبوا لا تحكم جدل مع الجاهل. نعم يروح العقل يموت. وين العدل موجود؟ عمر موجود بالمسيحية. هلا عم بيسموا عمر أكثر من المسلمين لأنه الإسلام هو الفطرة. ما بقى في فرق، تطلع بعيونك بشوف مريم. أنا مرآة لك، مراية ومرآة ومرأة وهي. بس أنا عندي ضعف، بعدني بحب كثير الخبز، بحب الشوكولا. بس ما بقول لهم للناس هيدا مش شوكولا هيدا بلوط. وأنتوا كمان لا تقولوا في بلوط مر وبلوط حلو، مش مر مش حلو. لبنان خمسة فصول يا أخوتي وكستنا وهيك في اشياء. هاللي بطاطا بسموها يام يلي حلوه ما بتطلع بلبنان ما بعرف ليش، بس انه ما في شيء بيطلع هالخمس فصول الا بيطلع منه بلبنان. اللي بيجوا على لبنان الضيوف، انتوا يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف. يعني انا ارمنيه بدي احكي عربي بس انتوا افهم مني كلكم، خصوصا هالصغار اللي بيفهموا فوق السبع سنين بلشوا يحكوا عربي كلهم. ما بقى يقول ماي نيم از علي، حتى اسمعوها انه انا علي. عملنا كثير بامريكا وين ما كان لنعمل لغه اسبرانتو نحكي، شافوا ما فينا نحكي الا لغه واحده اللي هي العربي، لانه كل حرف في كذا طائف وطواف وسراء. قال لهم امام علي يا حبيبي تيتا علي قال انه بده يجي وقت أعطيكم 10 نصائح، فهمتوا؟ أول نصيحة والتسعة من تحت الطاولة، يعني تبع الحق شيطان أخرس كلاني على وهو بحطها ببيت الله موجود كل شيء، يعني عنده أقوى تلفزيون. نعم قال لهم أنا بحب موت أشهد بلا محمد كلاني، أنت بتكون ذا ويتنسينج ذا شهادة وهيك وهيك. وقول لأنه صار صغير وتبروا اللقطة وبي وأمه وكل أهله. يا حبيب قلبي باعتمادك يا رب في نهر الأردن. المسيح جاء هون على لبنان وأمه ناطرته بالنايترا. نرجع نقرأ اقرأ أمة العرب. يا حبيبي يا حبيبي بشكركم كل حكام العرب. مريم أنت اللي حكيتي رمضان، هذا مرضان اللي حطوا عن وسائل الإعلام. نحن اشترانا الشيطان بس الحق ما بيموت، بجوانح بتطير عن الأصحاب. مين اللي بيموت يا تيتا؟ هو الشيطان، لأن احنا منشجع ومنعطيه وبدنا نصير رب قلوب أو رب جيوب. لعلي ما لنا بالمال ولا بالجيب
كلنا للوطن نؤكلنا. وين هو الوطن؟ تحت البطن. مهضوم النت الذكية. أول يوم راعى المدرسة، ثاني يوم محمد كيلاني راعى المدرسة، بس إجا قالت لي أمه رأيك المدرسة حلوة ومنيحة؟ قال لا لا ما خلصت، بكرة بدنا نجي. حتى يلعبوا. We are here to play playfully. هذه هي اللعبة عندنا، صلة وتواصل بالأسلوب وصلة. عشان هيك أنا عشق الكتاب والقلم والورقة. بس يا محمد في شيء عم بيصير فيي، شوف العلم وحطه. ما فيني أقول لك نهار الجمعة كلهم قالوا لي خليه يحط العلم. ديجا فيو ديجا فيكو، شوف الشغلة قبل ما تصير. ميتشاكوش قال يقول اتركوا الكرسي على الباب لمريم. شوفها، لا انت هلا ما كنت، لا ما بحب شوف هلا. ناو اللحظة في يقظة، في هاللحظة تيتا، لأنه ما بنعرف نحن، بس ننام هذا نص الموت، وبس من على بكرة نصحى نتنفس ونتنفس نفس ونفس بين نفس ونفس. اللي أعطاك النفس يعطيك الفلس. ومين من كوكب فينوس ستنا عائشة؟ كلنا ستنا خديجة يا حبيبة قلبي أنت. إلا يا أنا مجنون، يا شفت الله، يا قط كله كله حقيقة. راب البحيرة هام ناطرينك كله. وبيو للحبيب مكتب لي ادخل آمنة. كله كأنه هيك في أشكال فيها الوحي. هلأ بتسمي ابنك وحي، وحي وحيدة كلام. في أسماء حلوة كتير، رحيم وكليم. كلنا لازم نحط أسماء عربية، كنان اللي هيك إلى علم وإلى فهم. زينب، في واحد كاتب كتاب أجنبي، آه الله، وزاد زينب يعني زين، يعني قصص من القلب. حبيب محمد حكي عن قال من 50,000 سنة في قبيلة بالهند أهل الذكر والصفاء على منابر من نور في لحظة القيامة. عشان هيك كان في عنا كل كتب مريم نور صدقة، وكلهم مش مريم اللي عم تكتبون، سيولة بين إيدين الله. كلنا كل كتب الحكمة 5، هلأ صار كل كلمة فيها حكمة، كل راس فيه حكمة. أنا بايدي خبرت بمطاب الخامس وبتطلع هيدي العدة الصغيرة بلا تعي فيل تاني مرة، والنملة بتقبي دانته للفيل بتأكله. هيدا فوق العلم. بس 99 اسم وصفة وفعل كلها العلماء اللي ورثت الأنبياء كلهم بيعرفوها. بهذا الكتاب يا حبيب قلبي وين هو لحو؟ قالوا لي ما تفرجي على التلفزيون. لا ما بدي فرجي على التلفزيون، لا تقولوا انه فرجيني على التلفزيون لحو. نقطة وموجة ومحيط، نحن بنقول اوقات ندى، موجة ومحيط. وهيك حاطة في ستيكرز وكلهم هني يجيبون ستيكرز. وهالستيكرز انا بجيبهم وين بروح؟ مطرح في ستيكرز بدبي بالإمارات كلها بالكويت، مطرح ستيكرز والإقلام وهيك. هلأ اليونايتد نيشن بي كل كتبة اللي بخط إيدي وهيك باليونايتد نيشن بيقولوا هو أقوى كتب اليوم للعلم وللتوحيد. العلماء عم تحكي اليوم، عم بتقول لازم كلنا نقرأ كتب. بس تفتح الصفحة من أي صفحة اللي بتفتحها من هنا، أي صفحة، أنت من تحدد قيمة نفسك، فلا تصغر من شأنك. حين ترى فخامة الآخرين، فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس. حكمة الحكيم كلمة واحدة، خير الكلام مقل ودل. عدو عاقل خير من صديق جاهل، شيطان تعرفه خير من شيطان تجهله. كن كذاب صادق ولا تكن صادق كذاب. لنا الخيار أن نحيا في عالم الفوضى أو في عالم الفضاء. يا حبيب قلبي تحت 7 سنين هون، بس ما بنشوفك نحنا بعينين، ده نحنا بشوفوني من هون. هاي المعمودية، هيدا الوضوء الأكبر، وهيدا الجهاد الأكبر، أكبر الجهاد. نعم، لا أحد يستطيع أن يغلبني لتيتا، لأنني لا أسعى إلى أي ربح. من ربح نفسه ربح العالم، ومن خسر نفسه خسر العالم.
هيك الكتب كلها وهيك اخر الصفحات وبجيب اوراق وبجيب فراشه. الفراشه يا تيتا بتعيش 24 ساعه وبتضل تغني ومبسوطه وعارفه انه بدها تموت، بتروح بتجيب عسل وبتعطيهم للناس تيشفوا. بس هلا رح خبركم على السكت، ما تخبروا حدا، كل شيء مضروب، ما بقى من في شيء منيح بلبنان. كنت بدي روح على الشوف وما فيني قلكم شو شفت الشوف، شوفوا طوف، ما بقمن بحبيبها خالص، نفسي بس ببلدي، وكلكم معكم صدقه بدكم تحطوها. شو عملنا بهيروشيما وناغازاكي؟ لوين راحت الاموال كلها من بعد ما قتلتوا 50 مليون واكثر شخص للمسلمين؟ هن المظلومين اللي عم بتشوفوا ما له عليها بالاسلام ابدا. الاسلام موجود، تبقى امي تحط ايدها على الشجره وتقول البي ارمنا من وين؟ يقول هي باس انه تعال هلا انت هون جيب لي معك بصل ثوم هيك وبي يجي الشجره تحكي. الطبيعه كلها بتحكي مع بعضها. خبرتكم حتى ما ننط الاولاد يعني انه يحطوا صباير بين كل بيت وبيت جنينه وجنينه. وبي يضربنا تقول له امي من وين تضربوا لهالولاد اللي عم بيكذبوا؟ يكون اكلين توت ابيض واحمر اسود. نقول له لا ما كان ما عندي شيء، بس الدرب للدرب. بعدين الابونا هون قال له لبي اتركهم هود الاولاد. ما كان عندنا حمامات بالبيوت، بس اهل امي اجوا من البروزي الله في يجوا الناس يترجوا اشياء. يا حرام احنا شو فقراء هيك بتقعدك على الكرسي هونيك في شيء كهربا. اجت الكهرباء على لبنان وعجومه وعالضيعه وصارت تنزل، بعدين صار في بوسطه وصار في سيارات ونوقف على الطريق معنا حشيش. يا روز ضدوا ليلك ام حليم ضدوا ليلك. بعدين خوري قرب الكنيسه قال له لسعيد اللي جيب السياره ضبها انت خلصنا. كل هالولاد بيفكروا هيدي مثل الحمار بدها حشيش. نعم يوميا كتاب تمارج الله ادب الحياه. قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، قل لي ماذا تفكر. تعرفوا قال له لا يهبين. شكر نيك حمد نيك بس جورج مهضوم النكتة يلي في إلى علم. هلأ عم يرجعوا الأرمان على إيران على لبنان وعلى سوريا. يا حبيبتي يا ضحى في سوريا ويني وينكم كلكم؟ غريس وين كلكم؟ شر الأسد بشكر. ليش بس باسبور الأمريكاني؟ يعني رح نعمل باسبور عربي ويكون تفوتوا على كل الإمارات وكل البلاد وكل العالم. بدي يجي وقت ما بدنا باسبور ولا ورقة، ما منروح على النيبال. إذا وقعت تفاحة وفيها نمل حربي كنا، إذا وقعت تفاحة وما فيها نمل نطلع هيك على القليل ثلاثة باب وابنه روح قدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. 11 حرف السلام عليكم وعليكم السلام. صارت الواو واو وصار السلاح عليكم. نحن السبب، أنا السبب، نحن السبب. نحن كم شت تراب بترجع تراب لتراب، بس لم نخلقوا لمنه أحياء عند ربي يرزقون. في تقمص، إذا ما بنعرف التقمص ما عندك شغل بأمريكا. ال 45 ما بده العرب ونوع خاص السوري والمسلم. ما في المسيح مسلم أسلم الروح. الإسلام هو الفطرة، والفطرة خطرة تيتا خطرة هون وهون ممنوعة. الأولاد يروح على المدرسة تيلعب. هذا الكشف اللي عنا النوايا، إنما الأعمال بالنيات. عم فضي بيتي تيصير أفقر بيت أغنى بيت. شفت إشارات كثيرة تحسونك كأنك جرمون صغير. اليوم أكبر هدية بحياتي هيدا الكتاب. ومين عمل هالكتاب تيتا؟ اسمه خالد، بيشتغل معنا هون حد البيت. ما رح اقلكم وين. قلت له جورج منه هون فيك انت تعمل هيدا. جورج بدي يومين ثلاثة تيجي نعمل لي كتب هيك بيعرف كيف تطبعه ونحط من الصورات. قال لي ايه جري اتس جود تو سي اي تراي. اختبر اختبار سبق التعبير. رحت قلت عم بيعملها بيخدم الناس مطرح فيك 24 ساعة بيفتحوا. بعدين قلت له فيك تعملوا هيك كتاب وحط له الرسوم تبعته بالايميل. ما اجى. قلت له كمان بعدين اجى بالايميل. هلا كلكم كلكم
قالة الرهبة. قالوا فاتوا بدنا نغطس مدار للرهبة. فاتوا قالوا كلكم بدنا هلا نغطس بكم. قالت رهبة رهبة دخيلة في مير سوبريور الرئيسي يعني. رئيسة قال كلكم يعني كلكم فهمتوا؟ مهضومة بحطوا مكافئة مهضومة من عبدو أبو العبدو أبو سطيف وأبو عندكم بالأردن وهيك وين ما كان في لطيفية. فإذا نحن هلا اقرأ أيها العربي. أنا مرة كنت بالأردن كنا بتحكي بالقاف قالت لي لا القاف ضد القرآن بتشيل أمراض كثيرة. نعم أي كتاب لمريم محطوط ببيت الله وإن شاء الله هلا بده يصير فيه بيت الله وبيت الإنسان وبيت النور. والله ذكر كل شيء بالقرآن الكريم وقال له لا تكتب القرآن يا عثمان يقرأ كل منكم القرآن. سيدنا إبراهيم وحنفيين وخبركم خبركم وضلني بتذكرها لهالصبر بدي أخدمه. قلت له أنا جاي عمريكا بدي أخدم هاي الميتشوف بدي أخدم من اليهود اللي دوت يلعب لك أن دوت يلعب حبيت هالورا من سنين صار يقشع وصار يمشي وصار يقول my name is Ali وحط يده على عينه. ثلاث أربعة أيام بيو اختفى جفيت على الأوضة اختفى طلع عيني حمر. قلت له شو بيك؟ قال لي مريم The Quran is in our home. قلت له القرآن ببيتك؟ قال لي yes. احنا إبراهيميين حنفيين يا حبيب قلبي بمصر ذكر الله في القرآن الكريم. أنا القرآن حفرشت وحطحت أبني مع الشمال مني قوية من السالكين بس هني بمصر قال لك كله المصر من الدنيا عم يرجعوا كل الأرمن وكذا وكذا على بلدهم على بلدهم. أخذ اسم هو بيو وعطى ثروة كبيرة للمسلم للمسيحي لليهودي للفقير تحت الشجرة تحت لهم يسيبهم 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 بعدين عرفوا ما تروح لهم يعني هون بنية قال له مش إلنا نا 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 وابنه أخذ اسم علي وصار يقول علي. راح على البرازيل جاي تنشر الإسلام هنا إجا واحد وقتل هب النور إجا بده يقتل حاله مسكوا إيده وأنا استغربت ما يطلع إلا بالأرض الخفر الخفر ما يقبل يفوت برمضان إلا على الحبس إلا قانونيا وهذا مع نصر فاتت صنعي نصر كل الوقت. وهيك بشكر كل حكام العرب وأكثر شيء أنت اليمن يا حبيب قلبي. نعم كلنا وفي ننطوى العالم الأكبر هذا الجهاد الأكبر أكبر الجهاد. انتبهوا شو عم تاكل. أنا بعدني بحش خبز بس خبز الرز مين عمله؟ إمام علي. نعم طب النبوي الشريف طب الإمام علي المدارس عم تتسكر المطبيات المكبيات كلها هي كلها كلها تروح تشتري تتهتري ما تشتري شيء منك عايزه فكر قبل ما تشتري عايزه. يمكن أنا الوحيدة عندي صرمية أوقات في صرمية تانية هيديك مثل مشاي بتفوت بإجري هيك إنه خلص عندك إجر تاين وعندك إيد تاين وعندك عين تاين. سؤال الإمام علي بدأت يكون عشر نصائح فهمتوا؟ أول نصيحة والتسعة من تحت الطاولة كاتم عن الحق شيطان أخرس فيك. قال لا ما في سقفة حديد صغير وأبهل مني ما راح تلاقيه أبدا ما بفهم شيء كله بتتعطل هلا بتطمش ويقول هاي وهاي 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 عمره ست سنين بيصلح لي. في جارتي بنتها عشرة أشهر عمرها عهايدي بتحكي لغات كثيرة بتعلم الناس. قبلتكم مرة بالطيارة رحتوا على الطيارة على الكابتن احنا بالخطر ان بنتها طفلة حطت أجنتين رفعت ايدها وقالت كلمة قالت لي امها تاني مرة بتحكي هاللغة بتحكي لغات كثيرة. قال الطيارة شو الكابتن راح الخطر صار شيء هون مش بنا معنا بس لا إسرائيل صنع بلد عربي إجوا كلهم بسوا لإيديا وإسرائيل وأمه وكلهم اللي بكي لحوا على الحرامي احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي مش البنت إذا الرجال ما ضل حدا ما بكي من الحكاية من رجال الدين وقت اللي فات الكلب كمان على المسجد وقت اللي فات لبسيني أبو هريرة وقت اللي يحلم سبب بسيني في البيت يعجبني يعجبنا خلاص أينما توليتم ما شاء الله كنت فتش يا تيتا وين
في الله. هلا وين ما في الله، وقت قالوا له، قال لهم وين البقره ما اجي؟ قالوا له ماتت، بس وجه باتجاهها. كل الحكماء والعلماء وكل يدي الاولياء ورثه الانبياء موجودين احياء عند ربهم يرزقون. العنكبوت، العنكبوت تخيمت ام حبيب. هلا بلشوا فوق 7 سنين عربي، تحت 7 سنين بعدهم بس ما بدك باسبور تروح على نيبال ولا الام العربيه كلها. نروح بالهويه تذكر بيي والارمن كلهم لا روح هون كانوا بصميه وبتغير كانوا من ماركه بصميه ايش كله كانوا صميه. ما عندنا بالارمني ذكر وانثى، روح روح تعال تعال، ذكر والانثى بيحكوها بالجمع احترام للناس لانك منك وحدك، انت مع الجماعه يا جامع. هلا عم يخصموا ابنك خميس اسمين حلوه كثير، مسلسلات السورة يا حبيب قلبي. نحن كلنا سوريين، أول ليرة لبنان سورية والمدارس والجامعات كلها. بس هلأ إذا اشتدت عليكم المحن علينا بالشام وباليمن، كل الكتب صدقة ببيت الله، كل شيء موجود. إذا معك صدقة وما بتحط صدقة تيتا ما بيصح. جيت لعند واحد قلت له أنت طبيب عم تعطي أدوية؟ هيك قال لي صار عندي 3 بنايات بس عندي ولدين ما عم صرفها، بنعرف السبب. قال لي هيك هيك بدهم يموتوا خليهم يموتوا. هي الجواب، انت السائل وانت المسؤول والجواب بالسؤال. نتحاسب بشخير الموت. انا هيك في كم واحد دغري بتلفن له بعت لك هالايميل بقول لي نعم بعت لك، ولا بدي دك وطور ودكتورة ومدري شو هيك، وأنا من أتباعك وأنا ما بدي وجود أبدا ما بجاوب على هيك، بدي التليفون ما برد. محطوط جواب التليفون إنه بعثوا لي بريد إلكتروني، من البريد بعرف أشياء كثيرة. خبرته شفته قلت له معك هالمرض، قال لي شو عرفك؟ أهلي منهم عارفين، قلت له من هي الريحة، قال لي بس حطيت هالعطر. العطر الاحتضان كله 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 حاطين فيه، ما تآمنوا بحدا بقى أبدا، ما تصدق حدا مش ما تآمن، المؤمن برفع المؤمن. أهلا وسهلا فيكم، ابعثوا لي بريد، ابعثكم فيديو اسمه دايت فور نيو أمريكا. هذا ابنه لباسكن روبنز، بعدين الحفيد بوشن وأخته ويفز الموجة، كل شيء في عنده في فانكوفر من عدا المال من الموجة. لعلي منا بالمال، لعلي إذا أنت عم تصرفه أو هو عم يصرفه. قال له مين صاحب البقرة وليه؟ قال له أنا سيد البقرة كيف من هنا؟ قال لي فلتت اشوف فلت عرفت هو وراها. اللحم كفي السلطان، كلنا نكون نباتيين. شو قالوا الاولياء والانبياء والعلماء اليوم؟ ما تقتل فتاكل، كلنا بدنا ناكل حنطه كامله. نحن لبنان وسوريا والشام واليمن شعب الشعير وقمح، وقت اللي بتطحن الشعير على الجحش الحجر او مطحنة على الحجر وهيك ما تنخل. غربل يا غربل ما بقى في حلال، وين راح الحلال؟ حلال بيروح الحرام هو وصاحبه، بس وين هو الحلال؟ قاعدين عم يحكوا مع بعض انها مستهاية والعبال. قال له يا خي بتركبها شهر بتركبك كل الدهر. قالت له ما تمعين عم تحكي عمي؟ قال له عم السيارة. قال له ايه فلا نكتي نكت، بس هلأ مصر بالدنيا سوريا كلنا اللي تركي ولادها جاي تربي لك ولادها، كل الحراس البنيات اللي طعمهم 200-300 دولار أكيد بدي يسرق. الحق علي، أنا اعتذرت من كل اللي سرقوني، سامحوني 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 سامحوني. يا حبيبي اللي راح على أستراليا رح نجي لعندك على أستراليا، قال لي يا ريتني جيت لهون هو تهربجي قبل ما أخلى. أقل شي 5000 يورو بالشهر، تروح انت بصير مازالك عم تفهم لوين بتصرفهم قبل ما تجي على البيت. وهيك مرة قصص كثيرة بهيدا الكتاب رح ابعثكم اياه كلكم بما بده يكتبوا. انا وقت عم ببعث له ميوي ببعث لنفسي، كل ما عملت حسنة اضعاف واضعاف واضعاف.
بدي اقول لكم يعني الكلب شيلوه من البيت، قال له ما تبدأ يعني يكون مثل الكلب. قال له شو يعني؟ تعود؟ قال له لا، بدي يعني يكون امين. وين الامناء؟ احترامي للحرمه. لو ما صار، قال لي واحد انا اعطيت 60 مليون دولار جمعيات خيريه، قلت لهم جبتهم يا حرام، ما تناموا ومعكم ليره او دينار او شيء. لا تملكوا حتى تنفقه في سبيل الوفاق، لا في سبيل النفاق. والغفران هو الانتقام. ربي قوني ثم قوني ثم قوني حتى لا اقوى على احد. شو كانت وصيه النبي؟ قالت له ما تخلي حدا يعرف وين قبري، بيعملوا علي مسجد. قال له جسدك من التراب الى التراب، وانت مع الاحياء. عشان هيك قالوا له لا بكيتي. قالت له لانه هو سبقني. لا ضحكتي، لاني اول ناس انا سبقته. لم نخلق ولا من نور، نور من نور، اله من اله، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق يساوي الاب في الجوهر. مريم شو عندك دين؟ عندي ما عندي دين، عندي التدين. The religiousness of the heart. التدين الالهي الانساني. عرف لمن عرف، يا حبيب قلبي على جبل عرفه، يا حبيب قلبي على ابها، يا حبيب قلبي شوفي بالسعوديه، يا حبيب قلبي منك سعوديه، انت سعيده. خليك بعيد، حبك يزيد يعني. كلنا فوق الالوهيه الحيه فينا. Religiousness of the heart. الصلوات الخمسه قد ما خبركم بتقطعوا لي راسي. ما فيني خبطه، ما بتنحكى الحقيقه. تواصل مع الاصول كلها بهيدا الكتاب اللي رح تستلموه اليوم اليوم اليوم. ما قدرت اطر لنهار بكره وبعد بكره بدي اعملها زورس. خالد عملها، قلت له بتعمل لي اياها، وبعت لي اياها بالايميل. وحبيت لكم زهور وهيك وهيك، انتم احلى مني. نعم. كل يا حبيبي بالسوريه، هيدا السوري يا حبيبي يا باسم. فتش وين في نبع هيك زهور بنحطه. هلا حطيت بالبيت على البلكونات كلها، على الواطئه ما تخلي حدا يعريه. حطيت زريعه اصطناعي، العلم عم بيحكي الله موجود بكل شيء. حطوهم هيك على البلكونات، الناس كلها بتدعيكم، كلهم بيقولوا لي مريم نتفرج على زريعتي. الله موجود بالاصطناعي بالطبيعي، بعد في ما كله صار سيليكون، بيتزا سيليكون، هاي سيليكون سيليكون سيليكون، كل الكون سيليكون. يا حبيب قلبي انا اول انسان بقلبي محمد كيان. نعم. روحوا لعنده على البيت، ما بعرف اذا فيكم تفوتوا، في ناس بس يفوتوا بتموت الزريعه، بس هو بيقعد بالكل. خبرتكم قلتك لا، قلت له هاي امك. قال لي ايه امي بالروح، حطها حتى تحت. وأنا اللي بفوت لعندي، ليش حاطة قرآن هون؟ حاطة قرآن حتى. بس وجهي أمي. بوسي. نعم، كل العالم هلا عم بيحكي. كتاب الله المقروء والمنظور سيدنا إبراهيم. هذا هو الظاهر والمظاهر، المعلوم والمجهول. هذا الكتاب اللي راح هلا تقروه اليوم يا حبيب قلبي كلكم. شو بدنا نعمل يا حبيب قلبي؟ من زمان بالطيعة عنا ما كان في كوافير، حلاق، ومدري شو بيقولوا لي. بيي كانوا عند الحلاق يحلوا دقنه، ما كان فينا حلاق حلوه. هلا اللحيه مهذبه، وكنا بالارض بالصدفيه بس الشعر بنشدل ونتحمم مره ومرتين بالشهر، وفي ناس ما بيعرفوا الحمام مثل ماهر بابا وغيرهم وغيرهم وغيرهم. في اسرار كثير عن الخلفاء والاولياء والانبياء والعلماء والانبياء دخيل، ثم جعلنا من الماء كل شيء حل. هلا ما في ماي تقدر تشربوا، ما تشربوا ماهو ديل بلاستيك. صلبوا ايدكم على وجهكم، ادعوا دعاء وهيك، والا للمي. انا بحبك، انا بصير الزريعه وبالله هيك عم بصيك الزريعه هيدي. طواف 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 طواف، طيف والطاف. بحب الكلب والبسادي وكل الحشرات، لان هودي من عائله الانسان، من عائله الحيوان، من عائله الطبيعه، من عائله. روح كتاب معين الدين الشسبي، ما بقدر لكم كم رئيس جمهوريه قالوا لي لازم نقتله لمعين الدين. هو الحي قلت لهم كتاب معين ذا صوفي هيلينج. كلكم بعتوا لي اي كتاب ما عندكم اياه، قولي لي شو بدي اكل، عم باكل كل شيء بس بعد راسي بيجعرني. اي كتاب بدي اقرا، كان عم تقول بدها تتنفس. شو باكل؟ قريت كثير كتب،
بديهم من يسعودي شهيدين أموات. أحلى كلمة اللي هي المسيح، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، خليكم معي بطرسوا بطرس. نروح ندفن ميت الست يا حبيبي. نعم صالح العمرين غيرهم وغيرهم اللي قتلنا بينا هيدا، مش هن اللي بكيوا اللي قالوا له تعرفوا القصة، مازال عنده هالغفران عنده الصدق. لو قتل بي بالغلط يعني بالحجر، هيدي إرادة الله، لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بإذن من الله، قدر القادر وما قدر يده. كل شيء بيصير الحمد لله الحمد لله، انتبهوا إن شاء الله أقول شيء الحمد لله سبحان الله. أنا بمشي على الطريق قول كلمة الله الله، مش لا إله لا إله إلا الله، قال بركي إلنا لا إله ومات. الله يقعد بالقلب مش بالفكر، شو ما بقى بس قد ما في وسخ وقرف وكلاب وجي وناس وهيك والريحة طالعة وكلها، بصير بتطلع حجار وبتفركش. أنا بطلع من البيت خبرتكم عم شد شوي إنه هيك شي دقيقتين ثلاثة، مش طبعا مش طبعا إيه قلم ورقة ستيكرز بس بدي حش شوي بجيب معي. نعم في ثلاث أشخاص من كل لبنان يلي بيكل من عندهم خبز بس، ما بقى رح روح لا عالشوق ولا عالشمال ولا عالجنوب ولا شيء إلا إذا كان الدعوة من رئيس البلدية وبيعرف إنه هو المسؤول بدنا نحط الحالنا. إذا بتروح على مرج عيون ما بترجع، إذا بتروح على اللاذقية وعلى سوريا وعلى حلب ما بترجع، إذا بتروح على حما ما بتقولوا جبال لبنان. نحن جزء من سوريا، كلنا جزء من هالعالم من العوالم كلها، وفينا انطوى العالم الأكبر. يا حبيب قلبي ربك فكبر ربك فكبر. أنا حدتي هون مروان عبود، مروان عبود يعني بس تقولوا بلبنان مين مروان عبود، مجلس التأديب كلهم بيعرفوه. قال لي أنت أمي وأختي بالروح، بدون بنعمل مشروع هو المسؤول كله. إذا السرطان مش المرض أو المريض أو شيء، الجهل نشيل الجهل، الإنسان عدو ما يجهل، ما بنقرأ وما بنفهم وما بنسمع وما بنصغي وما بنختبر، بس حاملين الكتاب زينة، عندنا كتب زينة، بيت بلا كتاب وبلا زينة وبلا هيك المرة حزينة، ما بدي إياه للزينة أنا. اقرأ كل يوم، اليهودي حاكم العالم وهو واحد بالمليون، بس بدي اليهودي اللي الحنفي اللي أخلاقه. ما وحدي جاتي قالت لي إذا خي مجري وعدو صادي، صادي هي خي، بس هي طبيبة وبتعطي أدوية كتير، قالت لي عم طلع مصاري، قلت لها مش مهم كلام بكلام، ما بدي كلام بكلام، بدي فعل، الدعاء المستجاب. يا حبيب قلبي ادعوني أستجيب. منين بدي يطلع الدعاء؟ من الجيب. مرة خبرتكم ست أشهر ما أكلنا شيء، بس مين معنا يعني فلان وفلان وفلان، علماء من الشرق ومن الغرب ومن العوالم كلها، ما حسينا بالجوع، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، ما حسينا بالزمن بالوقت. الست أشهر كان من ست ساعات، ما في زمن، اليقظة بهاللحظة. إشارات كتير والإشارة بإشارة ما بقدر لكم، بس أنا ضعيفة، لأن الكونية قوية بس الأنانية. بدي جار، بدي حدا وعيش، ما تخافوا، كل شيء متوفر، مش بالملايين بالمليارات. كلهم عم بلاقي جماعة تنصرفهم هالأموال ونعمل المدينة الفاضية بالعالم العربي. ما عم بلاقي إنسان، أنت إنسان أو إنسان، أنت اختار بتعيش تتاكل أو تاكل تتعيش. أنا بحب تكون أول خطوة اعتمادك يا رب في نهر الأردن، مع الأردن يكون عندي بيت لألي أو نعمل هيك هلال. طبعا بدروا علينا، أنا كوخ لهون، أنت هون أنت هون أنت هون، نلتقى مرة مرتين بالجمعة ثلاثة شو ما كان، وكل معي وحدة قبل ما أنت تاكل، بتروح تشوف مين ضعيف أكثر منك وجعان أكثر منك. أهلا وسهلا، مد إيدك مد لما حول على الموت مد هون لم ما منهز الزيتوني ولا
من الزينة ولا من هزها أبدا، هني بيقعوا بالموسم استوى وانطوى، استوى. عشان هيك كمان جملات ما أكل مفهوم، أكل ني، مي وني، بيعمل الصباح ماي زيادة. مرداد يا حبيب قلبي، بي كان طبيبه، وبي طبيب سنين شراح، يعني لا بيقرا ولا بيكتب، بس شو ما صار مشاكل هون كل الاطباء كلها بيروحوا للارمنه. قلت لهم ليش ما عم بيدفع هيدا؟ قال بكره بدي يجي. نحن 14 شخص جدي وستي وهيك، قلت له هيك بشكل مفروض حتى هون. بوس هون بوس هون، عشان هيك تعلموا الوخص والابر من من النملة، من فراشة، من الدبور، من العقصة، من الشوكة، مشان هيك الوردة عنوان المحبة. قال له كلها شوك، قال له شوف فوق الشوك شو ورد في عطر، فاطمة الزهراء، يعني بتموت كل لحظة وبتعيش، موت ولا موت، موت الموت، بنخلق ولا بنموت، بس لوين رايحين؟ مش أخير الموت وبندفع الثمن. هلأ إذا مريم ماتت وين رايحة؟ شو عملتي اليوم لمريم؟ لأم الأرض، لعمة النخلة، للوجود، للآخرة. إذا ما زدت شيء كل يوم بحياتك للوجود، يعني أنت واحد زائد. يعني شيخ زايد، مثلا عندك شيخ زايد، بعث لي شي شيخ من عندك. قال لي شو رايح تعمل ولا بالسعودية أنت تشتغل؟ قال لي طيب روح بشتغل، شو ما في خادم الحرمين. يا حبيب قلبي، قال لي من عند النبي جاي لعندي، مضغ 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 مضغ، ما فيني لكم المضغ 32 32، بعدين beyond the right of the eight، إلى أبعد من أي بعد وأقرب من أي قرب. أوقات يعني خيك بيغمره، هو نفس خيك أبو زيده بيطعمك بالخنجر في ظهره. الأقارب عقارب، هذا دورهم، هذا التحدي، هذا دور كل إنسان يدور دوري فينا شو بعمل. عشان هيك خبرتكم بدي اطلع اقعد اشوف، لا مش عند حدا، ما حدا ما حدا ما حدا ما حدا ما ببعت. شلت كثير من الايميلات، كبيتهم كبيتهم كبيتهم، اعتذرت منهم، ما بدي افرض حالي على حدا. خلص اللي بيبعت لي ايميل بقدر شارك فيه، مش ايميل تبعتوا لي يعني بريد الكتروني، لا بعت لي طمع 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 وجشع وهيك شو ما كان، بس على القليل اقرا. مظبوط تعلمت الأدب من قليل الأدب إلى امتحان، علمني من ألبني ومن أدبني، الآلام تلدين المسيح، كل هذا هو جسدي واشرب هذا هو دمي للعهد الجديد. الحبيب وعلم حق الله خلقها، هو باب بلا باب، ما في مدينة منه جسد إلا اللي فاطمة، قال لها أولادك مش أولادك، إيدك مش إيدك، إني أبطال الدنيا والآخرة. شبعنا الا تجوزتك وطلقتك بالثلاثة، جسد فكر روح، يعني عن شبع مش عن جشع، عن طمع وعن خوف. يا الله عن رابعة بنت البصرة، يا حبيبة قلبي على رابعة، بيجوا من كل العالم لعندها. حطيت أخذت القنديل اللي طلعت لبرا، قالوا لها شو بكي عيني بكوخ؟ قالت لهم ضيعت إبرة. وين ضيعت الإبرة؟ صاروا يفتشوا، قالوا جوا بالكوخ. قال لهم ناخذ القنديل لجوا، ما نفتش على الابره جوا، عشان على الابره بتعرفوا شو بدك تفتشوا، كيف بدك تفتشوا. خلوتي في جلوتي وجلوتي في خلوتي، عاجي تفتش برا، برا خيال لجوا. انا ما بحب هيدا اسود، لا معك حق، بس بتعرف المكرم السوداء الليل وبالنهار نور بشع حول العالم. انتبه ما نشك بالظن ونحط هيك وهيك وهيك. شوفوا الأجانب اليوم عم يحكوا عن الإسلام، الله عن الإسلام وكذا. الأرمان إلى برجات ما حدا بيجيب، وأرمنة نحن مش أرمن، ما بننتسب إلى أي دين وأي بلد وأي عنصر وأي شريعة وأي طريقة. كل الطرق أربع كلمات لا إله إلا علينا الله. قالوا عبد ام العبد بالنهر، اجا ابو العبد يفتش عليه يطلع، لقى ابو العبد هذا نهر، ذا ريفر از ريفرين منزول. قال له هيدي مرتي وبعرفها، دائما بعكس التيار بفتش هيك طلع، وبصغرته وبزحله وبمشرب، اوصوا وطلعوا برد الاكل،
حبيبي عصر ما نفرج هي الضيف ما حدا مثل حدا ما حدا لا حدا كلنا لو ما كان عند جده كان انقتل فإذا الجدل مع الجهل يقتل العالم لا ألم ولا ورقة خايف من الله كلنا الجنين ببطنك وببطني وبالبين وبالأم الأبوه والأمومة مين علمه يطلع ويبكي ويبتسم ويرضى ما بيحب المدرسة ما هو حق اللي عم تتسكر برا كلها مطبيت ومطبيت المدارس انت عميل أجندة لإلها بعرف شو بالعربي الأجندة يعني فهرة صهرة وكتوب اليوم شو عملت شو عملت شو عملت شو عملت كله صحيح بس شوف هالسخيف لطيف مهما كان اليوم صعب 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 في شيء حلو في اليوم من جاي جميل آخي الله شو هالله ليش هو أعطى من هالقصور وهالبنيات وهو كله ليش ما أعطاني شيء لإلي عيني وقال هو محبة ورحمة اللي ما محبة أخذ عم يستشعر قال لي شوف هالمرة مين منهم عم يمشي مين عم ياكل مين بيشتري في واحد قال لما انك طابخه اليوم ما انا بدي ارجم صاحبي اليوم كنت لحتى لفرجي انه مجوز ما تتجوزوا لي لانه ما فيك تطبخي منك جالي ومنك هيك ومنك هيك وخذني من هون ولا لا 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 اعصر يا بالترموس نزلت اروح اتمشى شي مطرح لقال لي الترموس القشري اللي عم بكبع عم بيقول اه سبحان الله لا اله الا الله قال له ليش بتشكو قال له كنت جوعان كثير بعث لي اكل هيدي اللي عصوره بدايه هيدي الزاويه الاطفال شيلوا الكلوه هيك الصغير وحطوها هاي يهوديه بتستاهل هالكلوه هودي اسلام ومسيحيين نحن انسان انسنه الله نحن رفع الميزان بالانسان وين الضمير؟ وين النوايا؟ وين الشهوات؟ لا تشتهي كل ما اشتهيت اسأل حالك اسأل حالك اسأل حالك لك دور ليش الله حطني بهاللحظة؟ ليش الله جيبني هلا وعمل نسكاي؟ ليش تعوقت ساعتين لأنه بدي يخلص هالكتاب؟ يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي نسيت إنه في كتاب نسيت إنه اليوم الأحد نسيت فكرت اليوم السبت نسيت هي هلا في كيلان جيت قلت له بعثت له ايميل دخيلك يا حبيبي لايك البهلول قال البهلول انا عمرت القبر وانت عمرت القصر اين حسن الاخره وقل لي من هو المجنون رجل قال هارون الرشيد من كلمات بهلول وبكى حتى بلل لحيته وهو يقول والله انك لصادق ما قال هارون زدني يا بهلول فقال بهلول يكفيك كتاب الله فالزمه قال هارون الك حاجه فاقضيها لك قال بهلول نعم ثلاث حاجات بدك قضيتها شكرتك اطلب فيك تزيد من عمري قال له لا لا اقدر فيك تحميني من ملك الموت لا اقدر يا بهلول تدخلني الجنه لا يا بهلول انا ما بقدر فاذا فلا حاجه لي عندك يا هارون من كان لله كان الله له ان لم يسعدك احد فحاول ان تسعد نفسك عامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم وديني لنفسي ودين الناس للناس من كان مع الواحد الأحد ليس بحاجة إلى أي أحد أتحسب نفسك أنك جرم صغير وفيك يتولى العالم الأكبر يا حبيبي هيدا اللي حضني ميت عمره 8 سنين دايما بتذكر قلت له يا تيتا وين ما رحت بدي خبرها هالقصة هو قال بالإنجليزي وأنا ترجمتها للعربي وساعدني المرشد كن عظيما ودودا قبل ان تصبح عظاما ودودا دائما بس رحت اشتري لي ورقه ستيكرز يا قلم يا شيء او حش شعبي لما بقي على اي مطعم للخبز وباكل اثنين ثلاثه بلبنان ما بقي سقى الا بنفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي الطريق الله 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 بتطلع وبسد من خيري غادي لأنه الريحة ما شيء طبيعي أبدا كله بيحط منها العطر
أفضل بأعمالها، خلى الناس تشم ريحتها. ما فيني إلكم كيبي والكركاري بيطلع البراز وهيك، سلام الله. من البدو ما إلها ريحة، مثل بتاكل فيه ريحة فيه، بتاكل هذا ريحة هذا، مثل ما بتحط في تمك. أنا حطيت السرطان بشيله من تمي، من تمي باب النطق وباب الخلق وباب البدن، لحية العظام وهي رميل. ليش بدي صدق الطبيب؟ هلا في اطباء بلبنان تاكت الطب وعايشين عاملين مزارع، بيعطيك كل شيء من الاعشاب من هاي من هاي من هاي، بس ما في لزوم. فلاني بحط لكم اياها، اللي ما عنده بلكون، مثل ما عندي بلكونين جوا بتزرع بالمي، كل التنبيت اسفرم اللي اجي ونطفي. احنا خليفه، انت خليفه، ابتدي كخليفه مش جيفه، كلنا جيبه حتى بنمثل الألوهية على الأرض. خلاص كنت خلق بيقارب أي تلفزيون بيسمح لي أحكي من هالقلب ونحط هالعلم يجي لعنده. البرنامج عنا الاسم بق البحصة، بق البحصة، بق البحصة، آدمز أدم شي، كل الخوف إن خفتم من شيء فادخلوا فيه. إذا عندي خوف، الخوف اللي يحكمني، ليش بتخاف؟ اللي خلقنا بحبنا أكثر من اللي خلفنا. خلاص تركوا، أنا جربت قلت لهم عائلة بي وأمي وأهلي وأخوتي وولادي وأمي وبنتي وكلهم، لا، مين أخوتك يا محمد اللي حبوني وما شافوني؟ الحبيب أنا كان قابض عن جمر، عن نار أو عن نور. اختبر، اختبار سبق التعبير. إني كنت ملح، زراب، زراب، نحن كثير زراب وإشياء الخزامة. يا حبيب قلبي على الخزامة، يا حبيب قلبي على كل المنطقة بالشوق بالبترول بالتورة كلها فيها زهور، مش أنت تقصة وتجيبها، لا تكا مع أمها لما بتوقع على الأرض بدون ما تهز تجيبه، تعمل منه الدخان والورق اسمه ورق الشام. كان بكل بيت فيها وفي سيجارة هيك، وفي شيء بز اسمه بحطوه بدل الفلتر. هلا في فلتر، فلتر يا فلتر وفانتير، كل شيء صار في السيليكون وهيك وهيدي علينا ونشكره، شكره للشيطان لأنه هيدا الامتحان. انت ادعي له بالخير، ما ترموا مجوهرات ولا الخنازير. استخدم الوقت حتى تزرع يو ار وات يو ديد، انت شو فعلت شو عملت اليوم. انا بس تجي الفكره على راسي تغلبه، ما فيني لان الحيه هون، ما بقى فيني ولا اكتب ولا اقرا ولا شيء ابدا. جرب نظف البراد، سحب البراد بالليج ونظف وراها، ايدك فوق ايد الشغيله من مكانه، حق جدك غير ضفه، هي مسؤوليتك انت. اذا شو بنقول؟ وداعا ايها الجهل، وداعا ايها المرض، مثل وداع حزه العالم. كل كلمه قالوها الانبياء والاولياء والحكماء هيدي توحيد. الله بيحبني، شوف في شو الله بقلبك، ساعتها بتعرف قديش انت بتحبه مع الله. هو بيجي هروله، انا بحبه هالقد؟ كلهم أضعاف وأضعاف. بشكركم والحمد لله نلتقى، بس بدنا نلتقى صرت كمان بالجسد وتجسد وصار إنسانا، نجينا من الأبيضين. قال لي بس أنا بيكل سكر أسمر، قلت له بس سكر الأسمر رجلين عريانين، واحد لابس جرافات، هيدا الفرق بين السكر الأسمر والسكر الأبيض. أنتم ملح الأرض إذا فسد الملح. ابدأ بالملح واختم بالملح، لأنه الملح من الذكر والفواكه والحلويات لازم نتعلم الذكر، وأنت موجود بكل الكتب، وأنت كتاب الله المطلوب والمنظور والمعلوم والمشهور. بشكرك.